الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سلام. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنها قد نزلت بك وخلفت الدنيا وراء ظهرها وافتقرت إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقها ولا تبتلع. رسول الله صلى الله وسلام. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنها قد نزلت بك وخلفت الدنيا وراء قولوا بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعافها واعف عنها آمين. وأكرم نزولها آمين. ووسع مدخلها آمين. واغسلها بالماء والثلج والبرد آمين. ونقها من الذنوب والخطايا آمين. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين. اللهم يمن كتابها آمين. ويسر حسابها آمين. وثقل ميزانها بالحسنة. ثبت أقدامها على الصراط. اللهم اجعلها في عيشة راضية آمين. في جنات عالية قطوفها دانية آمين. لا تسمع فيها لاغية آمين. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها آمين. وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها آمين. اللهم لا تحرمنا أجرها آمين. ولا تفتنا بعدها آمين. واغفر لنا ولها آمين. واغفر لنا ولها آمين. اللهم اجعل هذاك القبر روضة من رياض الجنة آمين. ولا تجعله لها حفرة من حفر النار آمين. اللهم أكرم مثواها الحفايد والجيران والأخوات والإخوان أولاد العام وأولاد العمات والأسرة جميعا الله يرضيهم بقضاء الله والأصغار الله يرضيهم بقضاء الله. الله يجعل عوضها صبرا. الله يجعل بركة فيهم إن شاء الله. الله يحفظهم ويرعاهم. سادة الحضور جميعا الله عشر الخطوات. الله يكتب لنا ولكم قراطين من الحسنات. الله يكتب لنا ولكم ثواب تشيع الجنازة. الله يجعل بكل خطوة ألف حسنة. اللهم يا ربنا اجعل هذا الجمع إن شاء الله شفيعا في هذه المقومة. اللهم شفعه فيها يا أرحم الراحمين. اللهم نفعهم بهذه الصلاة وبهذا الشيء. واكتب لنا يا ربنا قراطين من الحسنات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الداء. اللهم يا واسع العطاء ويا سامع الدعاء ارفع عنا هذا البلاء. اللهم لا كاشف له إلا أنت.